بتعامليني معاملة ضيف وانا هغورك والمصحف عند امك هناك في البلد هطلعك الاماره. ما تطلقني يا اخويا وفيها ايه يعني؟ وانا هموت من الخوف ولا اقوم احمر فرخه؟ طب روحي وانت ثواني قبل ما تطلقني كده تدفعلي النفقه والشقه من حق الزوجه ومصاريف العيال والجروس 4000 جنيه كل شهر. حجوا عليه طب الجري على المحاكم والمحامين وبتاع، احنا كبار سننا حجه ومقاما. بهزر معاك يا حاجه، بضحك معاكي مره خبيثه عسليه. ايوه كده عجل بدل ما اديك على عينك. ماشي حاجه، انا هقوم من قدامك عشان ربنا يبعد عننا الشر والشيطان، عشان انا خلاص غلبتي معايا. يلا قوم غرفه، ده هي السكه اللي تودي جتتني في منظرك. سلام عليكم حاجه. رجاله ما تجيش غير بسك. انا غلبت مع اللي جابها مره، ربنا يوعد اللي جابها ونسيبه. طهرت منها والمسحب، نفسي الاقي حاجه بتعشقيها عشان امسكك منها. امسكك من يدك اللي بتوجعك، يدك اللي بتوجعك امسكك منها. خلاص ماشي. النسوان بتحب ايه؟ النسوان بتحب كل النسوان تحترم رجالتها الا المره اللي معايا. ان شاء الله تغرف تسيبها توعد اللي جابها بنسيبها. ماشي ايوه، هي حل واحد. المره دي بتعشق الفلوس، مدمن الفلوس، شم الفلوس شبه البودرة والمصحف. فلوس بودرة، شم الفلوس، بتحشش فلوس، تاكل فلوس، تشرب فلوس، تعشق الفلوس. ماشي انا جاي اي مصلحة تعمل تجيب فلوس، انا لازم اجيب فلوس دلوقتي عشان المرة دي. ها انا راحة. عاملة ايه يا حبيبتي؟ محتاجك في طلعة، محتاجك في طلعة يا غالية. البيع مروحة 500 جنيه، العنوان 5 minutes خدامه. اي يا راجل يا ناقص، انت مالك في ايه؟ ثواني هات ثواني، تخدميني وتعملي لي كوبايه شاي وتشتغل 500 جنيه اللي معايا دول. اللهم صل على النبي، خدمتك يا سيد الرجال ومرني يا بيه. دلوقتي بقيت سيد الرجال يا ولية نقصة كلبة الفلوس. المهم انا عايزك تخدميني في ايه؟ عايزك تدلكي لي رجلي، واحد. اثنين عايزك تخليني اطرطر. ايوه هطرطر جله، هطرطر جله تقيله، وعايزك انت اللي